ما ان يقترب موسم الحصاد في العراق او يعلن عن اكتفاء البلد مما تنتج ارضه الخصبه حتى تنتشر النار في محاصيله الزراعيه وتتعرض ثروته الحيوانيه للاتلاف، مشهد اصبح يتكرر في كل عام لا سيما في المناطق الوسطى والشماليه الغربيه فيما لا تزال السلطات الحكوميه تلتزم الصمت تجاه ما تمارسه الجهات المنتفعه من الاستيراد وضرب المنتج المحلي والتي باتت معروفه للجميع. في اراضي محافظة واسط الزراعيه تزداد معاناه الفلاحين فبجانب جفاف التربه وشح المياه تهمل الجهات الحكوميه تزويد الفلاحين بما يحتاجونه من مستلزمات لاتمام عمليه الزراعه الفلاح متضرر دائما يعني لا من تجهيز سماد كيميائي لا من بذور يعني جيده الفلاح بالنسبه له متضرر كل الحالات متضرر دعم من الدولة للفلاح ماكو يعني إذا تريد تزرع بشهر 11 البذور ما توصل لك بشهر الواحد زين يعني نعاني من معاناة الأسمدة اللي هي متوقع جد مبالغها أما سكان مدينة الكوت فيرون أن الأحزاب السياسية وميليشياتها والدول المصدرة إلى العراق هي المستفيد الأبرز من عدم تعافي الزراعة في البلاد معامل الدواجن تحترق عندنا مدن صناعيه اليوم معطله ومهمشه، اليوم كل المنتوج اللي موجود بصوره عامه بالعراق وبمحافظه واسط هو منتوج ايراني بحت وصيني ومن الدول، لماذا؟ هل هي الدول افضل اليوم من العراق؟ الان في واسط حرق مجموعه من الاراضي الزراعيه للحنطه والشعير، كل هذا يحصل من اجل قضاء على المنتوج المحلي ودمار الثروه الاقتصاديه في البلد. وعلى نفس المنوال منذ عام 2019 حيث احرقت مساحات شاسعه من الاراضي الزراعيه فور اعلان وزاره الزراعه الحاليه عن احصائيات اكدت تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطه والشعير ليكون الفرد العراقي هو الخاسر الوحيد من جراء تلك الجرائم.